بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم المحاضرة الخامسة رح نحكي عن General Guidelines for Handling Medication. When preparing or giving medicines, concentrate your whole attention on what you are doing. لما تعطي العلاج ركز في ماذا تفعل وسيبك من أي حاجة ثانية تشتت انتباهك وممكن تديك انك تغلط في العلاج او تغلط في حساب الجرعة. Make certain that you have a written order for every medications you will administer. Read the label before taking while using and returning the drug to its place. اقرأ الليبل الموجود على العلاج قبل ما تاخذه ولما ترجعه عشان تتأكد انه هو العلاج الصح. All medicines should be labeled at and the label should be clear. كل العلاجات لازم يكون عليها ليبل والليبل مكتوب فيه اسم العلاج ولازم يكون واضح. Never give medicine from a label container. ممنوع تعطي اي علاج حتى لو كنت متأكد ان هو العلاج بس الكونتينر او البطل الموجود فيها العلاج فيش عليها ليبل ما تعطي منها علاجات. Never give medicines. Never give a drug in a bottle that has a different label. يعني لو انت لقيت زجاجة علاج او ازازة علاج وعارف ان العلاج فيها بس العلاج فيها اللي انت بدك اياه هو المطلوب لكن الليبل اللي مكتوب عليها مش هو ما تديه. عشان هيك ما تحطش اي علاجات في زجاجة فيها لها ليبل مختلف. Measure quantities and calculate dose as ordered in a proper way. Handling tablet capsules and pills probably and do not touch with fingers. Use the cap of the container. يعني لما تيجي تعطي المريض اي علاج تحطش الكبسولة او التابلت في ايده. المفروض تفتح الازازة وتديره فيه او تحطه فيه الغطاء تبع الازازة وتعطيه للمريض. Avoid wastage of medicines. تقعدش تعبي السرنج وتفضي نصه عشان تعطي الدوز. عقد الدوز اسحب العلاج. Never administer medication prepared by another person. ما تعطيش اي علاج حضره واحد غيرك. Some preparation as insulin, vaccine and suppositories need to be kept in the refrigerator من 2 ل 8 سنتيغريد. بعض العلاجات انتبه لها لانه في بعض العلاجات تحفظ في الثلاجة زي الانسولين والفاكسينات والسبوزيتوريز. Stay with the patients until he takes his medicine. يعني ما تديش العيان العلاج وتمشي. ضل معاه لما تشوفه انه اخذ وتتأكد انه المريض اخذه. ممكن يحتاج مية يحتاج اشي معين فخليك معاه لما ياخذ العلاج تبعه. All mixtures should be made immediately before use. كل العلاجات اللي بتنخلط او المفروض او لازم تستخدم تخلطها وتستخدمها للمريض ما تخلطهاش وتخليها لمدة 3-4 ساعات وبعدين تديها للمريض. Never retain and use drug to stop bottle. انت اخذت علاج اعطيت من العيان الجرعة تبعته وزاد شوية منه ما ترجعوش او رحت تدي عيان ما لقيتش العيان موجود. ما ترجع العلاج في ازازة العلاج خلاص هذا should be discarded. Don't add any drug to the blood. Interaction may occur without visible changes. ممنوع منع باتا انك تحط او تدي علاج في الدم. يعني كيس دم او blood unit معلق على المريض وتروح حاطط فيها انت antibiotic او any other medication it's forbidden. حتى الكانيولا لو كان العيان مركب له كانيولا وفيها blood وبياخذ blood قاعد ما تدي blood في الكانيولا هذه الا انه تسكرها وتعمل الواشنج بنورمال صلاين بعدين ممكن تدي فيها. اما البلد رننج ممنوع تعطي فيها كمان اي ميديكيشن. Do not
use unsterile articles that get unsterile. Do not use any sterile articles that get unsterile by any way. أي شيء المفروض هو sterile. إذا صار unsterile ما تستخدمه بالذات إحنا بنشوفه وين؟ بنشوفه لما أحيانا إحنا بنسحب علاجات أو بناخد علاجات من vials أو ampoules ممكن حفة النيدل تخبط في شيء برا أو حاجة خلاص should be discard. Don't use clear solution which have cloudy or have sediment. أي علاج أنت عارف إنه هذا clear شفته متعكر أو في ترسبات ممنوع تعطيه للمريض. Don't use a drug that is outdated. أي علاج expired ممنوع تستخدمه. Don't use a drug that has changed its color. أي علاج شفته تغير لونه أنت عارف إن هذا العلاج لونه أصفر لقيت لونه صار أصفر غامق أو لونه تغير أو خلطت علاجات مع بعض لقيت العلاجات تغير لونها. Don't use. Don't use a drug which arises doubt in mind. أي علاجات أي علاج بالشك فيه ما تعطيه بالمرة للمريض. All medicine should be kept in cupboard, narcotic in a locked one. كل العلاجات المفروض تكون في دواليب. الناركوتكس لها ميزة معينة المفروض الدولاب اللي تكون فيه هذا الدولاب اللي مفتاح ويغلق ويكون مع واحد ومعروف مع مين. Narcotics have a role controlling their ordering, giving and registration. Narcotics طبعا لها طريقة معينة في اعطاها لما تروح على المستشفيات هتشوف انه في دفتر خاص للناركوتكس بثلاث نسخ او ثلاث صور كل ورقة مكونة وكل وصفة مكونة من ثلاث ورقات وهذه ورقات عليها مكربنة لما بتكتب على واحد بيكتب على الثلاثة وفي نظام معين بتنعطى فيه مش زيها زي العلاجات الاخرى. من ليكويد should be diluted with water or other liquid. This is especially when medicine has a bad taste. بعض السوائل المفروض احنا المفروض تتخفف بسوائل اخرى او بمية بالذات السوائل العلاجات اللي طعمها سيء فاحنا بنحط بنخففها بشوية مية. Exception to this rule, cough medicines are not diluted or the patient not allowed to drink water after taking cough syrup. هذه القاعدة يستثنى منها اللي هي تخفيف السوائل العلاجات بسوائل أو تشرب وراها مية. هذه يستثنى منها علاجات الكحة تستثنى منها. يفضل انه في علاجات الكحة ما تخففها بمية وما تشرب وراها مية لانه بيحكوا او بيحكي العلم بقول احيانا او بيصيرها شوية local absorption. فانت لو عملت لها dilution بيصير absorption تبعها بخف وبالتالي ما يعني ما بتجيب او ما بتطلع بالنتيجة المرجوة او المطلوبة منها. Don't leave a tray of medicine unattended. If you are in a patient's room and must leave, take the tray with you. تروح على المريض معاك التري ميديسينز فيها علاجات له لظرف معين زميلك زعق عليك رحت ما تسيبش التري فيها الميديكيشنز عند المريض خدها معاك تحطهاش عنده قول هاي نراجع. المفروض انك تاخدها معاك. Never chart medicine as having been given until it has been administered. طبعا هذه خطيرة جدا. ممنوع تسجل اي علاج انك اعطيته للمريض وانت ما اعطيتهوش او انت قبل ما تعطيه. كيف يعني؟ يعني انا بدي العلاجات الساعة 6 تمام بدي اروح اوزع العلاجات فبروح بقول لا طب ما دام الساعة لقيت 5:30 اروح امضيهن ولما تصير الساعة 6 بوزعهن. طبعا هذا خطأ فادح خطأ هذا مصيبة. ممكن انت بالصدفة انك تروح تعطي عيان علاج تلاقي العيان في عنده مشكلة ميت صار مع مصيبة صار مع حاجة وانت من اللخمة نسيت
ومكتوب انه العلاج تم اعطائه للمريض الساعة 6، والساعة 6 كان المريض ميت او صارت عنده مشكلة، وين تروح؟ عشان هيك اياك توقع علاج انك اعطيته الا بعد ما تعطيه للمريض. Follow up the five rights، طبعا كلكم عارفين هاد right patients, right drug, right dose, right route of administration and right time. Right documentation، كيف تعمل documentation صح؟ Documentation صح. Document administration after giving the order medication، حكيناه. بتعمل documentation بعد ما تنفذ. Chart the time, route and any other specific information as necessary. For example, the site of injection or any laboratory values or vital signs that needed to be checked before giving the drug. واضحة. تسجل الوقت والروت of administration، is it oral, intramuscular, intravenous, any other specific informations، إذا في حاجات ضرورية أنت إنه given be diluted and diluted slowly. For example، إذا تسجل site of injection أو any laboratory values or vital signs، إذا في لابراتوري فاليوز بدك تسجلها إنه في علاجات، إنه والله أنا كان عندي الهيموجلوبين مش عارف قديش وركبت العيان دم أو ما ركبتش. فايتال ساينز، لو أنا ركبت المريض دم بدي قبل ما أعطيه أو أركب له الدم بدي أسجل. في علاجات قبل ما أعطيها بدي أقيس الضغط للعيان. يعني هذه الحاجات should be documented عشان اللي يجي وراك يعرف إنه أنت عملت كذا كذا. Right response. Make sure that the drug led to the desired effect. يعني ما ينفعش أنا أعطي العلاج للمريض وأسيبه وأروح. بدك تعرف هل هذا العلاج جاب الإفكت تبعه؟ عيان درجة حرارته 38، رحت أعطيته علاج عشان نزل حرارته. ما بنفع أنا أعطيه العلاج وأمشي. المفروض تعمل فولو أب وتشوف هل العلاج فعلاً جاب الإفكت تبعته ولا لا. عيان ضغطه عالي، اديته انت هايبرتنسيف دراجز، بدك بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، بعد ساعة تقيس الضغط تبعه وتشوف كيف، هل انه فعلا جاب افكت ولا لا، والا يعني لا بيك ولا بالعلاج تبعه. انا بعطي علاج وبعرفش ايش النتيجة، والعيان لثلاث ايام بياخذ علاج ومحدش بيعرف عنه ضغطه نزل ولا كما هو ولا زاد، طبعا هذه مشكلة. Be sure to document your monitoring of the patients and any other nursing intervention that are applicable. Be sure to document your monitoring. أي حاجات أنت عملت لها monitoring should be documented. And any other nursing intervention. أنا عيان عنده حرارته 39، أعطيته علاج وعملت له cold compresses، بدي أعمل إن أنا عملت له cold compresses أو nursing measures اللي أنا عملتها، it should be documented في ملف المريض. Administration of medicines. All medicines are stored in a locked cupboard. طبعا هذا كلام اللي شرحناه قبل. Word drug trolley should be locked when not in use. Trolley العلاج لازم تسكرها. ما تعطيش أي علاج إلا يكون العلاج هذا فيه orders له أو موصوفة أو في ملف المريض. Nurses must have aware that to be valid, all prescriptions should be written in indelible ink. يعني هذه مهمة، إنه كل العلاجات المفروض تنكتب بحبر ما بالمحاش، ما بنكتبهاش بحبر أو برصاص. يعني ما ينفعش نكتب علاج برصاص، المفروض تنكتب بحبر، هذا الحبر ما بنمحى. لأنه لو صار أي إشكالية معينة ممكن حد يمحى العلاج ويحط بعلاج ثاني أو يمحى خالص، فهذه حتعمل لك مشكلة. تأكد أنه اللي بيكتب العلاج لازم يكون موقع والتاريخ. It's the pharmacist's responsibility to ensure that all drugs are correctly labeled on the container.
with the strength of the name, the drug, patient's name, word name, expiry date, and any special storage requirements. هذه مسؤولية طبعا الصيدلي انه يتأكد انه كل العلاجات مكتوب اسمها عليها على الكونتينر وقديش هي 500 مللي جرام 20 مللي جرام 10 مللي جرام. اسم الدواء بده يكون واضح، اسم العيان واضح، والقسم والاكسبيري ديت، واذا في تعليمات للستورج. طبعا هذا الكلام واحد بيقول طب احنا كيف يعني؟ لقيت احنا في المستشفيات بيشتغلوا بالنظام الدوز يونت، فالمفروض اي ورقه اي جرعه علاج مبعوثه للمريض يكون عليها اسم المريض واضح، اسم العلاج واضح، القسم واضح، الدوز قديش، هل هذا العلاج 10 مللي جرام 5 مللي جرام، يكون مكتوب عليها الاكسبيري ديت، اند اذا في سبيشال ستورج ريكويرمنتس زي الستيكس تبعات الجلوك ستيكس، اشرطه فحص السكر، هذا المفروض تنحط في وعاء معتم، ما بينفعش احطها في باكيت او في حاجه وارميها على الطاوله، وبالتالي المفروض الفارماسيست ينبه للامور هذه. Nurses have no authority whatever to الممرض ملوش صلاحيات في transfer the contents of one container to another. تروح علاج تاخذه من علبة وتفضيه في علبة ثانية، مش شغلك. Alter the label on dispensed drug. Where there is a doubt, هذا كلام طبعا حكيناه قبل, about the drug prescribed, the nurse should check with the word. إذا أنت شكيت في أي علاج المفروض تروح تراجعه مع الهيد نيرس للقسم أو الطبيب أو مع الآخر حاجة، ممكن أنت تراجع مع الصيدلة وتقول له أنا هذا العلاج أنا شاكك فيه، اللون تبعه متغير، الحبة كانت سيركولار سايرة له نوع تاني، كان فيها حز من النص صار فيها حزين، اي شيء انت لاحظته على العلاج مش طبيعي او بديت تشك فيه المفروض ترجعه، المفروض تشوف الهيد نيرس، تشوف الدكتور اللي بيعالج سكرت الامور، المفروض انت تتوجه دايركتلي تو ذا فارماسيست عشان يفتي فيه. Any error in the administration of dispensed drug must be reported and recorded. صار اي غلط في توزيع علاج المفروض انه should be reported، تسجله او documentation في incident report وبتعطيه للهيد نيرس او الستاف نيرس وللطبيب اللي بيعالج، لكن احنا الصح انك انت should be documented في incident report وتعطيه للهيد نيرس والكاش في الباقيين. Errors will be or will include. ايش الاخطاء بتكون؟ Administering wrong drug، تعطي علاج بالغلط، مش هو العلاج اعطيته اياه، او مش هي الدوز، بالذات في العلاجات الخطيرة زي الانسولين. If the nurse deems it is necessary to withhold medication, this must be properly recorded. اذا انت حسيت انه لازم توقف هذا العلاج لازم تسجله. كيف يعني؟ يعني عيان له ديجوكسين تابلت، ديجوكسين تابلت اذا كان العيان البلس اقل من 60 المفروض ما نعطيش، رحت انت تعطي العيان الديجوكسين حسيت البلس لقيت البلس 50 it should be withhold and recorded. وطبعا لازم تبلغ الهيد نيرس او الطبيب المعالج انه العيان البلس تبعه هيك وانا ما اعطيتوش الديجوكسين. Following administration the appropriate drug record has to be signed. بعد ما تعطي بتسجل وبتوقع. Drug are not to be left on the patient's locker. ما تحطش العيان العلاج عند العيان، جيت عند العيان بدك تعطيه العلاج لقيت المريض نايم او طالع الحمام هاي العلاج تبعك ولما ترجع بتاخذه، او قول للجيرانه المريض اللي جنبه هاي علاجه على الطاوله او على الكومودينو لما يرجع خليه ياخذه. طبعا هذا كلام ما بينفع، بتخلي العلاج معاك ولما يرجع العيان المفروض انت تعطيه اياه ثاني. When a student nurse is administering medicines, she should do so under the supervision of a registered nurse who shall be considered the responsible person.
هذا طبعا احنا بالمشكله بنواجهها في المستشفيات، انه الستودنت نيرس بروح يعطي العلاج، المشكله وين؟ انه هو بوقع باسمه انه اعطى العلاج، صار لا سمح الله مشكله، دور مين الممرض الا الممرض طلع ستودنت نيرس، عشان هي المسؤول ماشي انت تعطي علاج فيش مشكله، لكن under the supervision of a registered nurse who shall be considered the responsible person. بدك تعطي تحت اشراف registered nurse من القسم وهو اللي بده يكون responsible، يعني لازم يوقع معك. ما بنفع انت تعطي العلاج وهو وتوقع انت. It's recommended that each hospital and health board should have a drug committee to establish clear policies in relation of the following. المفروض كل مستشفى أو مؤسسة صحية يكون فيها كوميتي أو يكون فيها مجلس أو يكون فيها لجنة أو ما شابه إلى علاقة بالبوليسز للأدوية، كيف تتخزن storage of drug، كيف توصف prescribing of drugs and administration of a drug، وكيف تنعطى وكيف نعطيها. طبعا هذا كل المؤسسات المفروض يكون فيها، على اساس انت ما تتغلبش تقول والله هذا الدواء كيف بدنا نخزنه، هذا الدواء بده هل بحتاج وصفه من ثلاث نسخ او من الوصفات، او بنفع بس ينكتب على ملف المريض، هذا الدواء هل بنعطيه ديليوتد ما نعطيهش ديليوتد، نعطيه قبل الاكل بخمس ساعات، نعطيه بعد الاكل ما نعطيهوش. المفروض الحاجات هذه كلياتها يكون في كوميتي وطلع تعليمات واضحه في هيك امر. Commonly used abbreviations طبعا مطلوبه منكم وانا بتقراها لحالكم ومش هشرحها، يعني حاجات سهله وانتم عارفينها وما بتحتاج، بس الواحد المفروض يحاول انه يطلع عليها ويقراها. الويتس ميجرز برضه نفس المشكله، ما كل واحد يقراها لحاله، يعني لا تحتاج نقعد انا اشرح فيها. نيجي ل الانتي انفكتيف. الان بدينا في الفارماكولوجي اللي عم مظبوط، كل اللي فات كان عباره عن مقدمه. نيجي ل العلاجات وكيف احنا نستخدمها وقتيش بنستخدمها وايش السايد افكت وايش دورنا احنا كاز نيرسز. هذا هو الشغل المظبوط عند هالجيل. نيجي للانتي انفكتيف اللي هي اول موضوع في الفارماكولوجي اللي عن جد، يعني انترودكشن مش لازمه، اللي بده يقراها يقراها، اللي ما بدوش هو حر. نيجي anti-infective drugs can be divided into. anti-infective drugs بنتقسم الى bacteriostatic وbactericidal، تقسم الى broad spectrum antibiotics و narrow spectrum antibiotics. نيجي نعرف معنات كل واحدة على انفراد. bacteriostatic static it means ساكن، ستاتيك معناتها اشي ساكن. لما اقول بكتيريو ستاتيك بتوقف، تخلي البكتيريا ساكنة، بتوقف الملتبليكيشن للبكتيريا، توقف تكاثر البكتيريا ونموها. يبقى بكتيريو ستاتيك stop the multiplications and further development of the infectious agent. بكتيريو ستاتيك توقف الملتبليكيشن والتطور الاخر اللي ممكن يصير، الجروث اللي ممكن يصير للماده المسببه للالتهاب. بكتيريوستاتيك ما بتموتها. البكتيروسايدال، سايدال ات مين كيلينج، لما يقول سوسايدال يعني واحد بقتل نفسه. بكتيريوسايدال ايراديكيت اور كيل اول ليفينج مايكرو اورجانيزم، تقتل هذا المايكرو اورجانيزم. ها البكتيريوستاتيك لما بتوقف النمو تبعه بقدر الجسم يحاربه، بقدر الجسم يسيطر عليه. ها في البكتيريوسايدال لا، هي نفسها بتريح الجسم منه، هي اللي بتقتله وبتقضي عليه. الحاجة الثانية لما أقول أنا اللي هو البرود سبيكترم أنتي بايوتيك. برود إت مينز بتاخذ مساحة واسعة. أنتي انفكتيف ستوب ذا كروس ذا جروث أور eradicate many different microorganisms.
يعني بتشتغل على مساحة واسعة من المايكرو أورجانيزم، وراها برود سبيكترم انتي بايوتكس، انتي انفكتيف وستوب ذا جروث اور اراديكيت. يعني ممكن تشتغل تعمل ستوبنج للجروث، وممكن تعمل كيلينج لنفس المايكرو اورجانيزم، بس الميزه فيها انها برود سبيكترم او بتاخذ مساحه واسعه من المايكرو اورجانيزم. عارفين المايكرو اورجانيزم البكتيريا في عندنا جرام بوزيتيف ونيجاتيف، هتلاقي هذه بتشتغل على مجموعه كبيره جدا من البوزيتيف والنيجاتيف. النارو سبيكترم انتيبايوتكس عكسها، افكت اونلي سيرتين سبيسيفيك اورجانيزم، تشتغل على مجموعه من الاورجانيزم محدده، هذيك بتشتغل على مساحه اوسع. النارو سبيكترم انتيبايوتيك بتشتغل على مساحه ضيقه من المايكرو اورجانيزم. يوزز اوف انتي انفكتيف، استخدام الانتي انفكتيف ليش بنستخدمه؟ بنستخدمه نمبر 1 او اي از بروفيلاكتيك. ايش بروفيلاكتيك؟ للوقايه، تو بروتكت بيرسون اكسبوز تو نون سبيسيفيك اورجانيزم، تو انهبيت سبريد انفكشن فروم كليرلي ديفايند فوكس از افتر سيرجري اور اكسيدنتس، تو ستيرلايز ذا باول اور اذر ارياز اوف ذا بودي in preparation for extensive surgery. طبعا واضح ما بدهاش يعني. الحاجة الثانية نستخدمها في الأكيوت انفكشنز. في عندنا انفكشنز، أكيوت انفكشنز، and antibiotics are used to treat acute infection such as tonsillitis and acute upper respiratory tract infection. واحد عنده تونسيلايتس او واحد عنده ابر ريسبيراتوري تراك انفكشن، فبروح احنا بنعطيه انتيبايوتيك عشان تصير له ريكفري. دراج كونسيدريشن مش لازم يعني. نرجع يعني يوز اوف انتي انفكتيف، يا اما بنستخدمه از بروفيلاكتيك او از تريتمنت اوف اكيوت انفكشنز. الانتي بكتيريال ايجنتس قلنا احنا في بكتيريسايدال وبكتيريوستاتيك وشرحناهم. كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الميكانيزم اوف اكشن، قلنا بكتيريوستاتيك وبكتيريوسايدال كيف التاثير تبعها وايش بتشتغل. هي بكتيريوستاتيك بتوقف النمو تبع البكتيريا اند فيردر ديفلوبمنت، بكتيريوسايدال تعمل كيلينج للبكتيريا. طيب في توزيع ثاني، كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ميكانيزم اوف اكشن، التوزيع الثاني كيف هذا بتشتغل انتي بايوتيك. اما تعمل عندنا انهيبيشن اوف سيل وول سينثيسيس، تعمل انهيبيشن لجدار الخليه انه يتكون، او انهيبيشن اوف بروتين سينثيسيس، او بتمنع تكوين البروتين داخل الخليه، او انهيبيشن اوف نيوكليك اسيد سينثيسيس. كلها يعني بتشتغل على الخليه، يا اما بتعمل تمنع تكوين السل ممبرين او البروتين او نيوكليك اسيد في النواة تبعت الخلية. وهذا مهمة وتيجي اسئلة في الامتحانات. نيجي للفيرست انتيبيوتيك اللي هو البنسلين، وكلنا بنسمع عنه، ويعني هو الشائع، هو رخيص ارخص شيء وكلنا بنسمعه نسمع عنه. class anti-infective action inhibit cell wall synthesis، بمنع تكون جدار الخلية وبالتالي كل محتوياتها بتطلع برا وبتسيح برا وتموت الخلية. they inhibit cell division and growth. طبعا cell synthesis خلاص راح الممبرين تبعها، لا حيصير فيها division ولا حيصير فيها growth. It's bactericidal and bacteriostatic. عبارة عن bactericidal و bacteriostatic according to concentration of drug and microorganism. ممكن تكون bactericidal إذا كان concentration of the drug عالي جدا والمايكروorganism قليل أو عالي كمان، بس بعطي high doses مو بصير bactericidal. bacteriostatic إذا كانت اللي هي الكونسنتريشن اوف ذا دراج واطي شويه والمايكرو اورجانيزم
أعلى شوية منه فبصير عندنا بكتيريوستاتيك. It is most effective against young rapidly dividing organism. يعني بيأثر على البكتيريا اللي بتكون شابة ولسه في مرحلة التكاثر تبعها. طبعا هذا كويسة إنه هو ما بمنع تكاثرها وبالتالي بيقضي عليها. They diffuse well into body tissues and fluids. كويس فيه إنه بنتشر كويس في أنسجة الجسم وسوائل الجسم. They are excreted in the urine in the therapeutic concentration. Excretion في اليورين عن طريق الكدني. They do not kill bacteria in the resting phase. They do not kill bacteria in the resting phase. البكتيريا اللي بتكون في الريستنج فيز أو اللي بتكون متحوصلة ما بيقدر يقتلها. Uses ليش استخداماته؟ بنستخدمه في جرام بوزيتيف كوكاي زي الستريبتو كوكاي منينجي كوكاي النيمو كوكاي. بستخدمه في صاب اكيوت بكتيريا الانتوكاردايتس كوزد باي جروب اي ستريبتو كوكاي. بستخدمه في جونوريا ديو تو جونو كوكاي في ديفتيريا تيتانوس انثراكس جاز جانجرين بروفيلاكسيز فور روماتيك فيفر. نوت نوت اول بنسلين ار يوز تو ذا اباف ديزيز. سبيسيفيك يوز are indicated for each of the individually listed drug. طبعا البنسلين في منه كذا علاج في منه كذا علاج بدخل في تكوين هالبنسلين لكن مش كلياتها تستخدم او بنستخدم واحد لكل هذول. طبعا كل واحد منهم لها علاج معين من البنسلين. Contraindications hypersensitivity to penicillin and كيفالسبورين. كيفالسبورين من عائلة البنسلين. ممنوع نعطيه لو العيان قال انا عندي حساسيه للبنسلين او حساسيه لمجموعه الكيفالسبورين المفروض it's contraindicated to be given in like cases. سايد افكت ايش السايد افكت للبنسلين ان جنرال؟ هنحكي عن البنسلين ان جنرال. الرجي دياريا ابدومينال كرامس اور بين نوزيا فوميتنج كولايتس ثرومبوسايتوبينيا ليكوبينيا ثرومبوفلوبايتس الكترولايت امبالانس فلونج اي في يوز هيباتوتوكسيسيتي اي ام انجكشن مي كوز بين ات ذا انجكشن سايت. عشان هيك المفروض لما ندي اي ام شود بي جيفن فيري فيري سلولي. الدوزز تبعته individualized بتعتمد على قديش وزن العيان قديش المشكله اللي عنده قديش الانفكشن زيت اكيوت او سيفير او توكسيميا إلى آخره. General nurse consideration for penicillin it's so important. These antibiotics should be injected slowly to minimize local irritation زي ما حكينا قبل. لما تعطيها أعطيها slowly ما تعطيهاش سواء IM أو IV it should be given very slowly. IM injection are made deeply into the gluteal muscle. بنعطيه في gluteal muscle في IM injection بنعطيه deeply عشان يمنع الirritation. Assist regularly for allergic reaction. لما تعطيه للعيان المفروض العيان ياخذ العلاج او ياخذ الانجكشن ويستنى له على الاقل من 15 ل 20 دقيقه في الاوت بيشنتس كلينيك. اذا في الديبارتمنت المفروض تتابعه بعد ما تعطيه العلاج تتابعه لمده 20 دقيقه. هل نتابع في كل مره؟ يس. لان ممكن المريض أول دوز ما يصيرش معه أليرجي والثاني دوز ما يصيرش معه أليرجي يصير معه في الثالثة. فطبعا بدك تعطيه للعيان تقول للعيان لو حسيت جسمك سخن دقات قلبك زادت حسيت جسمك صار بحكك صار وجهك أحمر بديت تحمر المفروض تبلغنا على طول. طبعا هالعلاجات مش من صلاحياتنا نحن نقطع علاجات اللي هي زي لكن على من صلاحياتي لو حسيت انه انا بعطي في العيان في علاج مثلا اي في وبدا العيان بوجهه يحمر وصار يحكحك في حاله المفروض ان انا اوقف العلاج. العلاجات اللي بنعطيها لو صار عنده اليرجي الابنفرين وانتي هيستامينز وكورتيكوسترويدز المفروض تكون جاهزه لكن مش من صلاحياتك انت تعطيها. Keep a client who received penicillin in outpatient clinics to stay in the clinic for at least 20 minutes after administering penicillin. هذا كلام حكيناه. لو كان في الاوتبيشنس المفروض العيان كل دوز ياخذها بده يستنى على الاقل ل 20 دقيقه بعدين يروح. ليش؟ خاف يصير عنده اليرجي في هذه الفتره. Do not administer
لونج اكتنج تايبس اي في. اللونج اكتنج بنسلين ممنوع تعطيه اي في. They are only for IM use. Do not massage after injection because rate of absorption should not be increased. لما تيجي تعمل مساج العيان بعد ما تعطيه الانجكشن على اساس يصير ابزوربشن، كلام فاضي، لا بصير ابزوربشن، بزيدش الابزوربشن ولا حاجه، فانت بتعمل بس شويه الروتيشن وتعمل له بتزيد، ممكن تزيد البين عنده. تيك اورال بنسلين 1 اور بيفور اور 2 تو 3 اورز افتر ميلز. الاورال بنسلين المفروض العيان ياخذه قبل ساعه من الاكل او بعد ساعتين لثلاث ساعات من الاكل. Complete entire prescribed course of the therapy. المفروض المريض يكمل الكورس حتى لو حس حاله انه طاب، اذا بنعطى لثلاث ايام ولو خمس ايام لازم انت تكمله. هذا البنسلين ان جنرال. ليجي لا ايش في عندنا علاجات من مركباتها بدخل او هي من البنسلين. عندنا العلاج الاولاني اللي اسمه الامبسلين، جينيريك نيم الامبسلين، التريد نيم بيمبرتين، الاسم التجاري بيمبرتين، الكلاس انتي بايوتيك بنسلين. نوت ديسترويد باي بنسلينيز اللي هو اللاكتاميز انزيم. البنسلينيز او اللاكتاميز انزيم هذا بتفرزه البكتيريا لو حست انه في اشي غريب دخل عليها. هان طبعا مش كل البكتيريا بتفرز البنسلينيز، في بكتيريا تفرز البنسلينيز يقاوم الام هو البنسلين بتكسره. طبعا هان ما بنفعش انه انا في هذه البكتيريا اعطي امبسلين لانه اعطيته يعني بيه وبقلته. يبقى اول حاجة هذا مشكلة فيه انه ما بنفع لكل البكتيريا لكل البكتيريا. البكتيريا اللي ما بتفرز البنسلينيز هو اللي بأثر عليها، لكن بتفرز البنسلينيز ملوش اي تأثير عليها او تأثيره بيكون خفيف جدا. 30-60% absorbed from GI tea after oral use. 30-60% بنصير له امتصاص، وهذه نسبة مش قليلة يعني لا نستهين بها، نسبة كويسة منه انه بصير له absorption في الجي اي تي تراكت لما نعطيه اورالي. اسيد ريزيستنت يعني لو اعطيناه از تابلت بتأثرش المعدة عليه او الاسيد تبعت المعدة بتأثرش عليه. برود سبيكترم انتيبيوتيك، هو عبارة عن برود سبيكترم انتيبيوتيك، بيشتغل على مجال واسع على بوت جرام بوزيتيف اند نيجاتيف. البكتيريا يوزز از بارتيكولي ريكومندد ان ريسبيراتوري، بيستخدم عادة في ريسبيراتوري يورينري اند جي اي تراكت انفكشن، في التهابات الجهاز التنفسي والجهاز البولي وفي اللي هو الانتستين انفكشنز. Other infections due to ambicillin sensitive organism أو أي التهاب آخر حساس للأمبسلين. دوز مش مطلوبة منا، دوز مش مطلوبة منا، بس بروها للعلم يعني تبقى الواحد عنده معلومات إلى حد ما، بس مش مطلوبة إنه إحنا نحفظها. Specific nursing consideration after reconstitution for IM IV administration the solution must be used within the hour. يعني هذا عادة الانجكشن هو عبارة عن باودر بنروح نحللها سواء IM أو IV، بعد ما تحللها معك ساعة تستخدمها بعد هيك should be discard. عشان هيك احنا بنقول حلل العلاج وقت ما بدك تستخدمه. IV administration should be given slowly within 3 to 5 minutes or by infusion. لو اجيت انا بدي اعطي العيان IV المفروض اعطيه slowly and should be diluted على الاقل في خمس دقائق، ما اجيش اعطيه العيان one shot واسحب حالي واروح، لان لو اعطيته one shot وكان عند العيان اليرجي انا دخلت في مصيبه. يفترض في العلاجات اللي في عند المريض اليرجي الها المفروض هذه العلاجات انه انا اول ما ابدا فيها ما اعطيه نقطه او نقطتين يعني غمية قليلة جدا واستنى على العيان بس شوية
اشوف هل في تغيرات معينه صارت عنده او لا، بعدين ابدا اديه، وبعد كمان ما ببدا اديه it should be given very very and very slowly. العلاج الثاني اللي هو الاموكسيسيلين، الجينيريك نيم الاموكسيسيلين، التريد نيم الاسم التجاري موكسوبين، موكسوفارم او اموكسوتيد، كلاس انتيبيوتيك بنسلين. نوت inactivated by penicillinase including this produced by staphylococcus aureus and gram negative bacilli. acid stable is broad spectrum antibiotic absorbed well from the GIT، يعني قريب جدا من البنبرتين او الامبسلين. استخداماته UTI urinary tract infection respiratory infection skin infection and gonorrhea. دوزج زي ما قلت مش مطلوب منا. specific nursing consideration suspension is stable for one week at room temperature. هذه ميزة كويسة انه الشراب تبعه لو انا حللته بعد ما حلله بضل في درجة حرارة الغرفة لمدة اسبوع and for two weeks في درجة حرارة من 2 ل 8 سنتيغريد، ولكن لو حطيته في الثلاجة بضل عندنا لمدة اسبوعين. لوكساسيلين العلاج الثالث، التريد نيم الاوربنين، كلاس انتيبيوتيك بنسلين، مور ريزيستنت تو بنسلينيز، هذه ميزة كويسة فيه انه اكثر مقاومة للبنسلينيز، يعني حنستخدمه في مجال اوسع من اللي قبل. uses infections caused by penicillinase producing staphylococci streptococci pneumococci، يعني بنستخدمه من ثلاث انواع. هذا اللي بتطلع عندنا بنسلينيز هو الكلوكساسيلين او الاوربنين بقاوم هذا المركب او بقاوم البنسلينيز، وبالتالي يعني على الفاضي هي بتديل بالبكتيريا بتروح تفرز البنسلينيز، لكن الكلوكساسيلين هذا البنسلينيز لا يؤثر عليه، وبالتالي احنا بنستخدمه في الثلاث حاجات هذه اللي هو الاستافيلو والستريبتو والنيموكوكاي، وبالتالي بنستخدمه في الاستيومايلايتس انفكشنز اوف ذا بون، يعني انفكتد وونز بيرنز سيبتيك ارثرايتس اند نيمونيا. بس هنحكي في الاخر واحد هان وحقنا حنقف يعني عند الاموكساسيلين هنحكيه وخلاص. الاموكساسيلين اند بوتاسيوم كلافيولينيت، كلافيولينيت اللي احنا بنسميه شائع جدا عندنا التريد نيم اوجمنتين او اوجمين، كلاس انتيبيوتيك بنسلين. نوت بوتاسيوم كلافيولينيت inactivates beta lactamase enzyme which are responsible for resistance to penicillin. التاء موجود عندنا على شكل تابلت or suspensions 250 ملي جرام كيو 8 اورز. طبعا دوز احنا ما بس احنا حكيناها على اساس انه احنا بنستخدمه كثير الاوجمين او الاوجمنتين. هو عباره موجود عندنا على شكل فايلز او كبسولز اند سيرب. طبعا دوز العدد مش مطلوبة. نيرس كونسيدريشن ادمينستر اون ان امتي ستومك، يفضل انه نعطيه على امتي ستومك. ريفريجريت كونستيتيوتد سوليوشن اند ديسكارتد ريمينينج اماونت افتر 14 دايز، لو احنا حللناه واحفظ في الثلاجة لمدة اسبوعين. نوتابينا تو بي بريبيرز اور سسبنشن اد اماونت اوف ووتر ستيتد اون ليبل اند شيك ويل shake the bottle well before each use. لعندها وان شاء الله بكون خلصنا المحاضرة، لكن كل واحد يعني ان شاء الله غدا حيكون في موجود سؤال. السؤال اللي موجود هو انحكى في الكلام في المحاضرة ممكن ما يكونش مكتوب،
وبالتالي على الجميع أن يسمع المحاضرة عشان يستطيع الإجابة على هذا السؤال، وشكرا لكم.